في مستشفى طفل التخصصي بالبصرة هناك إهمال من نوع آخر، حيث لا يوجد خفر في المستشفى، وكان المريض لا يحتاج إلى الأطباء ليلاً. دعونا نشاهد. مصرف الدم، مستشفى الطفل التخصصي، بدي أرجع بطل دم. الساعة 12 الظهر، العفو 12 بالليل. مصرف الدم، أبو مصرف الدم. هاي مستشفى. صيدلية خافرة. الصيدلية. هاي مستشفى الطفل. هاي مستشفى الطفل. لا دم ولا صيدلية. أفتر بيها بعد الساعة 12 بالليل.